تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أنكر حكمة الله سبحانه وتعالى ومن قال إن الأعمال أثمان إن الأعمال أثمان للجنة يكفر بهذا القول لأنه جرأة على الله؟ هو ما تعمد هذا، هو أعلم، إما من باب التقليد أنه مقلد لغيره أو متأول فلا يكفر، لكن يضلل، يقال هذا ضلال. لكن إذا تعمد وعرف أنه خطأ وقال ولو خطأ هذا يكفر، أما إذا ما تعمد هذا الشيء هذا يضلل ولا يكفر، لأنه إما مقلد لمن سبقه وإما متأول. نعم.